أفضي المحل. أستاذ لكان، أنا غلطت بشي؟ خطيبتي إجيت لهون لأنه بدها تشتري كم غرض من عندكم. ورجيها أحسن تياب بالمحل. أمرك. ليش لساتكن هون؟ طلعوا لبرا. وانتي عشو عم تطلعي؟ ايسيون وخليني شوفك. جربي هاد كمان. شو القصة؟ لا تكوني تعبتي. أكيد في لسه غيرهم كتير. شو صار؟ ليش مو مبسوطة؟ كنتي مبسوطة كتير بالجامعة وسمعت انك غنيتي غنية قدام الشباب كلها، وسمعت انه العالم عجبهم صوتك كتير كمان. ما كنت متوقع رح تعملي هيك شي بنوب. هاي اول غلطة، بس مسامحك، بتمنى ما تعيديها بنوب. يا سلام على هالسمك، شكله كتير بشهي، صار لي زمان ما أكلت منه. حتى يلا شيل هالصينية من إيدك لشوف. ما في أي حدا هون رح يأكل سمك من هلا ورايح أبدا، ولا حتى هديك الختيارة التانية جاي عبالي. اعلق معه واقتله واخلص منه بالمرة. لك كيف بتتجرأ تشبهني بالسمكة وعم بتقول بدها تقتلني وتاكلني؟ لك كيف بتسترجينا تطلب مني روح؟ بس انا ما رح روح لاي محل يا ختيارة، وهيك رح ضل على طول حواليكي. كل اللي كان بدي اياه امسكها وقطع شي 100 قطعة صغيرة وناعمة ناعمة كثير. ما بكون بنتيا، رح وزع حلو ومصاري وقت اسمع انه هي المرة المجنونة ماتت وخلصت من وش النحس. بقى بونام قليلي، بتعرفي انك غلطانة؟ ما رح تعيديها مو هيك؟ ماشي، استني. ابتداء من بكرة انا رح وصلك عالجامعة، وانا اللي رح رجعك عالبيت. البسي التياب اللي شفتك فيهن مبارح، بحبهن عليكي، بتطلعي حلوة كتير. بشوفك.
استني. خدي غراضك معك. شو نزلنا على السوق على الفاضي؟ انتبه عليه. انا وانت ساعدوا له. نعم ساعدوا ماشي. بعرف امسكوا منيح. قوم من وراي. انت شو عم تعمل؟ شكله ما في غير النوم رح يكون رفيق عمري. واخيرا وصلت. بتمنى اعيش مرتاح بدون ما بابا يعاقبني لاني وصلت متاخر كتير لعندهم. ما في داعي بنوم. أخي أنا بتمنى أني أقدر صير مثلك شي يوم. أخي الصغير الحلو قد ما كبرت رح تضل صغير بنظري. راجكومار تعا مشان تمسك هدول بدنا نوزعها على الفقرة. جاي. شو عم تطلعي؟ إيسيون وخليني شوفك. يلا خليني وصلك. يلا انزلي. استني، امتى بتخلصي محاضرات اليوم؟ الساعة 5. الساعة 5 بتلاقيني عم استناكي هون. روحي. شوفوا مين اجا. هاي مو بسببها الشاب اكل قتله؟ اوعك تطلع فيها، اذا لا كان بيعرف بشلك عيونك تنتين من محلهم. معك حق. طيب اليوم رح نتعلم. لو سمحت ممكن ادخل؟ انا اسفه اني تاخرت. لا انت مالك متاخره ابدا انيسي بونام. بصراحة نحن بلشنا بكير كتير. تفضلي فوتي قعدي محلك. يلا فوتي. طيب من شوي كنا عم نحكي. لا انسوا، رح ارجع عيد الحكي. بونام هلأ اجت وقعدت معنا. طيب نحن اليوم روق دكتور شارما. كيف صحتك؟ امورك كلها تمام؟ أهلين ابني بريم، صباح الخير. أنا سمعت من فترة إنك ترفعت.
واشتريت سيارة جديدة؟ لا، هاي اللي صففها برا مو إلي، استعرتها من حدا تاني لأنه كان عندي عرس ورح رجعها بكرة. أنت شو جابك لهون؟ لا تقلي إنك سجلت بالجامعة مرة تانية ابني. ها، إذا كنت مشتالي لهالدرجة هاي سجل مرة تانية يعني؟ لا عم بمزح معك، في معي وحدة بدي فرجيها على الجامعة، رح عارفك. الأنسة بنديا. عود لك، شوف شو حلوة هالبنت. اوعك تطلع فيها لأنه إذا عرف لا كان بيقتلك. شو رأيك بهالصف هاد؟ وهلأ رح نروح نشوف الكافيتيريا، هنيك كنا نقضي أغلب أوقاتنا بالأربع سنين اللي قضيناها بالجامعة. يلا. أنا المسا قررت ألبس هالتياب، شو رأيكم فيهم؟ حلو كتير. عجبك؟ البنات بهالجيل ما بيحبوا يلبسوا الساري. انتي بدك تفرجي رقبتك لكل العالم؟ تركي. لا بس ما رح ألومك إلك، مايا هي السبب بهذا الشي كله. أنت ليش ما علمتيها لهالبنت اليتيمة إنه لازم تغطي حالها على الآخر؟ ستي طيب إيه؟ لبسيها، بس لازم تلبسي شال معها. إيه أكيد. أنت ليش واقفة عندك؟ ما بدك تاخدي الصيغة؟ بلا. هدول بنتي، معقول بس حاطة أربع أساور؟ خدي البسي هاي كمان معهم. شكرا. وهالعقد البسي كمان، رح يلبق لك كتير. ياي. وإذا أنتي كمان بتلبسي هالخلخال أكيد رح يكون أحلى عليكي. اختي اشتريتهم كرمالك انتي. ايوه. شكرا ستي. شكرا. شوتي انتي ما نقيتي واحد الك. انا اختي انا كيف بدي البس هالصيغه كلها؟ مو من زمان زوجي توفى، إذا بلبس هالصيغة شو رح تحكي الناس؟ وأهل بيغوساراي شو بدهم يقولوا؟ أكيد أهل بيغوساراي ما أنهم هبلان، ما رح ينسوا الصبايا ويقعدوا يطلعوا عليكي. مكفي أختي بلا هالمزح. ليك، هاد هو عيد ميلاد حفيدك، البسي شو ما بدك، انبسطي فرحي. معقولة حدا يسترجي يفكر أو يحكي شي غلط عن أختي؟ نقي هاد؟ خدي هاد. اختي هاد معقول؟ ايه خدي. ماشي. اليوم عيد ميلاد راس كومار تاكور 18، بهالمناسبة راح يتم الاحتفال والفرح راح يملي البيوت بكل بيغوسراي. الاحتفال الضخم راح يصير بهذا المكان وراح يكون في اغاني وكمان راح يكون في راس ورح يحيي هالحفلة الفنان بنديا. لهيك دعوة بكير مشان كل واحد يحجز مكانه بهالحفلة، وهي الدعوة عامة لكل أهالي بيغوساراي. كلكن نسوان بلا فايدة، يلا بسرعة، نحنا مالنا رايحين نحضر فيلم لحتى نقدر نرجع نعيده. ايه بدي اما جايين بس شوي، خمس دقايق ما منطول. ليش طولتي كل هالقد؟ منيح.
جودي شو؟ جهزتي؟ يلا بسرعة. بس شوي يا مايا، بدي شوية وقت لحتى ساوي شعراتي. شو قلتي؟ بس شوي عم ساوي شعراتي. ايه ماشي يلا. ما بعرف نين بجيب بريم هالشغلات وبيعطيها لجودي. لسه ما خلصت؟ يلا بسرعة. ايه شو رأيك بتيابي؟ انت سبق وقسته 5 مرات لهلأ، وقلت لك انه طالع كتير حلو. يلا استعجل شوي بلا ما يجي شي حدا ويأكل لك كل قلب الجاتو. ها أدمك كبرت رح تضل صغير بنظري. لا لا يلا خلصت. يلا مو معقول، لو انه حماتي نطرتني كل هالمدة اللي نطرتها كانت حتما قصت لي رجلي التنتين. منيح عندك حماية قلبها طيب مثل قلبي. إذا بيروح علي حركة واحدة من حركات بندية رح خليكن كلكن ترقصولي. فهمتي شوتي؟ حلوة كتير بتجنني. خلص إختي خجلتيني. تفضلي أدي هون بونام. شوفي حماتك. يلا روحي. أهلين بنتي. لو عرفاني ما عندها ذهب تلبسه كنت عطيتها من ذهباتي. لا هي أكيد ناوية تبهدلنا. طيب خلينا نستقبل الناس. امشي نروح. يا أما. أهلين شوتي أما. أهلين. طالعة حلوة. يلا كيفك حبيبتي؟ شو الأخبار تشونا؟ لسه عايش تحت رحمة بيت ثاكور. شكلك مو عبعضك، صاير معك شي؟ شو بقدر أعمل خالتي، مو طالع بإيدي شي. بتعرفي لك شي شاب آدمي؟ شاب؟ شو قصدك؟ يعني عريس يكون مناسب. في جماعة قريبيني من بعيد ساكنين جنب بيتنا، عندهم بنت خرج جازة ومستعدين يدفعوا مهر 10 ملايين ويسجلوا له شقة وسيارة. وبصراحة هنن سألوني عن لاكان. يعني انت بتعرفي انه لاكان شاب ذكي وحلو كتير. انت روح زبط الطاولات هناك. بس انا قلت لهم انه هو خاطب. قلت لهم هو منقي عروسه من لما كان ولاد صغار. قلت لهم انه خاطب بنت الخادم يلي عنده. بس هنن استغربوا كتير. ايه قالوا قديش قلبهم كبير. معقول بدهم يزوجوا ابنهم لبنت الخادم يلي عندهم؟ طيب قلي تشونا، انت عم تمدح فينا قدامهم ولا ما عم تعلق على الموضوع؟ انا بسترجي اعمل هيك شيء؟ انا معكن على طول. انت بتعرفي قديش بحبكن وبحترمكن. فولان ثاكور عم يستخدم ابنك لكان بلعبة خطيرة كتير. فولان ثاكور كان بده يضمن انه يضل مانجيتا خادم عنده كل العمر، بس للأسف ما لقى حدا يضحي فيه غير لاكان ابنكم. هذا الزلمة عم يحاول يشغل الكل تحت إيديه. إيه؟ وبالنهاية رح يعتبروا لاكان أقل قيمة منهم. بس مو هون المشكلة. المشكلة إنه كتير صعب الواحد ياخد وحدة مو مناسبة له. أنت لازم تعرفي إنه لاكان ما رح يطلع له شي على القيمة وقت اللي رح يتجوز بونام. طيب ليش ما خطب البنت لابنه بريم ما دام شايفة منيحة؟ مرحبا. شرفتينا مدام. اهلا وسهلا. نحن جهزنا كل شيء كل التحضيرات. ليلي الكلام اللي عم اقوله مزبوط ولا في شيء غلط يا ستريكا؟ المفروض تفكروا اكثر. الجماعه جاهزين يعطوا مهر 10 ملايين، يعني هيك انت بتقدري تامني حالك. بالاذن. جد غريب، أنا غبية كتير ما إجا ببالي. معقول لكان بيسوى 10 ملايين؟ أنا لازم أعمل أي شيء لألغي هالخطبة.
ما رح خلي شي بالدنيا يدمر أحلامي. لا شو مفكر؟ إنه بس هو بيفهم بالحياة؟ أنا رح ورجيكم مين ريكا. من بعد كل الشهرة اللي قدرت تكسبها من كل أنحاء العالم ومتابعين على الإنترنت، قدروا يوصلوا لأكثر من 100,000 متابع عم يستنوا الست اللي حكمت كل قلوب العالم، حبيبتنا وحبيبة الجماهير. يلا خلونا كلنا نستقبل الفنانة بنديا راني. لك رح ترقص بنديا. بدي شي سليني وأنا عم بتفرج عليها. سوية منيح، بدي شي ليق بفن بنديا. يلا لساتك ما خلصت. طول بالك، اعطيني مستعجل. لك يلا هات. شو هات؟ انتو ما بتستحوا على حالكم؟ فاكرين حالكم اولاد؟ ما بتخجلوا من اللي عم تعملوه؟ ها؟ اعطيني هاتون. اذا بتريدي سامحينا، ما عاد نعيدها، هي اخر مره. انت كيف مسترجي ترد علي هيك؟ هاتون اعطيني هات. يلا اسمعيني بس، كان بدي اقول لك اذا بتفتح تمك بكلمه تانية رح ورجيك شي ما بيعجبك. روح بلا أدب. أنا من اليوم اللي تعرفت فيه على بنديا راني طول الوقت مع بعضنا بكل شي. اسكت وحاجتك لعي. لك لك خلص شو صاركم؟ لا لا لك خلص طولوا بالكم. خلي بنديا تبلش بقى، ما خلصتوا حكي، بدنا نشوف بنديا. لكن زين بقى حاجة تلتهي. يلا بسرعة استعجل شوي. اسكت وحاجة تلتهي. منيح يلي جابوا بنتي، خلينا نتسلى بهالحفلة شوي. الفنانات بيعملوا جو حلو كتير. هيك تمام، وهلأ رح خليك انتي تاكلون مع الحلو لنشوف شو رح يصير. عن جد فضيحة. وهلأ بس يصير يلي ببالي، أكيد فولان رح يلغي العرس. ماشي لنشوف، حتى لو فولان ما لغى العرس ابني لكان ما رح يتزوج غير من بنت يكون معها مصاري. ايه لو تعرفي شو اللي مستنيكي مسكينة بونا. من ايدك رجعهم. ليش؟ عم اقول لك اتركهم. شبك ماما؟ وين المشكله اذا اكلت من الحلو اللي بصحنك يعني؟ هاد ما نقلي يا قلبي، هاد اخذته للضيوف. منيح هيك؟ يلا فرديها شوي، شوفي كيف الكل مبسوطين. لك شبك يلا. خليكي قاعدة بنتي، عدي عدي. شبهك انتي الحلوة كأنها مانا على بعض اليوم بنو. أكيد مو أكل شي من الصبح، ما؟ يلا كلي. خدي. طيب كتير. انتي بتحبي الحلو ما؟ مثل حماتك يا روحي. يلا كلي صحتين وعافية على قلبك. يلا بنتي كلي. دوقي. شو هاد؟ بادي أما لا تواخذيني بنتي. إذا ما كان عندك مانع حابة أقعد هون. ولو انتي بتقعدي مطرح ما بدك تفضل. رح اقعد حتى لو كان عندك مانع. روحي. بس احسن مكان بقدر شوف فيه بنديا هي وعم ترقص بالنص تماما.
كلي بنتي وإلا حماتك رح تضل هون. بدي شوف بنديا، مو وشك اللي بيقطع الرزق. روحي. مدراشكو ما رح يبهدلنا قدام العالم، حدا ياخده. شو بدك؟ قلي ليه ما عم ترد على تليفوناتي؟ كنت مشغول. بدك شيء؟ ايه قولي. شوفي هلا بيروح علي العرض. كتير همك عرض باندي هلا؟ لازم تعرف انه اخي عم يدور لي على عريس. خبر حلو، لكن ليش زعلانه لهي الدرجه؟ انا رح ادعي لك انه تلاقي شاب احسن مني. هلا مو وقت المزح بنوب بريم. دقيقه انت كنتي مفكره انه انا وياكي رح نكون سوا؟ هايا قلت لك من قبل ما يصير اي شيء بيناتنا لا تتوقعي هيك شيء مني ابدا. بس انا فكرت حبنا رح يقدر يغير لك رايك. يلي عم تحكي عنه مستحيل انه يصير. انا في احتمال اني اتجوز، بس مو انتي، بنديا. ايه هايا، انا بصراحة انا واقع بحبها، مو بايدي. انا خلص وعدت اني رح اتجوزها. اسف، سامحيني هايا. كل الناس نبهوني بس الحب عمى عقلبي. انا حبيتك كتير يا بريم، بس خلص لهون وبس. انت حدا ما بيعرف يحب بنوب، وراح تضلك هيك. لك بريم، مو مصدق اللي سمعته. انت ليش هيك كذبت على هايا؟ طيب انت ما وعدت لبندي بشي ما هيك؟ انجبرت غصبا عني، لانه هايا بلشت تحبني. اذا ضليت عم شوفها رح تتعلق فيني أكتر. أنا ما بدي إياها تتأذى أكتر من هيك. هلأ بدل ما تزعل علي رح تكرهني وما عاد رح تطيقني. عرفتوا ليش؟ وأخيراً أكلت هالحلو، رح أخلص منها بقى. وهلأ المفروض يكون صار معي بجيبتي 10 ملايين. يلا يا حلوة قومي، بلش التأثير يبين.
عن جد غريب، كيف لسه مركزة بعد كل يلي أكلته؟ تعي ستي شبك؟ اختي حبيبتي انت شو عم تساوي؟ هلأ العالم تضحك علينا، روقي شوي حبيبتي. لك هاي بنيا ما عم تعرف تعمل ولا شي، هلي يا تقلدني على مهلك اختي. اختي قاعدي هلأ بتوقعي. لك اختي بدي اعمل خليها تقلد حركاتي. قاعدي هلأ قاعدي يا مهلك قاعدي. روقي هلأ روقي شوي. معقول تكون أكلت صحنة لبونا؟ ولي إذا هيك مصيبة. لو سمحت تعا تركي هاي من إيدك. شكراً جودي. شو هاد بونا؟ انتو كلوا من الأكل اللي بدكن يا، أنا جاي عبالي أكل حلو. يلا على هالقصة معناها بادي آما أكلت من صحن الحلو يلي كنت جايبته لبونا، ولي على هالمصيبة. تبهدلتي وراحت عليكي يا ريكا. ريكا راحوا الملايين والشقة والسيارة كله بسبب بادي آما. ناقصها تاكل حلو؟ مو معقولة أبدا أبدا. عمو بابا 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 الزلمة ما عم يتنفس ابدا. بابا بسرعة حدا يجيب مي. مين 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 اللي عملها؟ مين اللي قوص عليه؟ اعترفوا مين اللي قوص ولا كلكم تتعاقبوا. مين اللي قوص فيكم؟ مين اللي قوص؟ لك ليش ما عم تردوا علي؟ يلا كلكم خرجوا أسلحتكم. وحطوها بتمكن. يلا كل واحد فيكم يخرطش سلاحه ويحطه بتمه. أنا بورجيكم. يلا بسرعة. كلكن كلكن خرجوا سلاحكن. يلا يلا بسرعة حطوا سلاح بتمكن. كلكن أوصوا لشوف. عملك يلا أوص. أوصوا
هلا كل واحد بده يقوص، واللي ما رح يقوص حاله رح اوصو انا بايدي. اوصو تاو.